السلام عليكم، هل شات جي بي تي ممكن يفيد المهندسين المعماريين والانشائيين والام اي بي ولا ملوش اي فايده خالص؟ طيب الشات جي بي تي شات اللي هو الدردشه، وجي بي تي اللي هو جنريتيف بري ترينر ترانسفورمر، فهو بيقدر يكون لك جمل، عنده قدره على معالجه اللغه بحيث ان هو يقدر يجاوب على السؤال بتاعك، مش يديك نتائج بحث، لا هو بيديك اجابه مباشره على السؤال بتاعك. ممكن يساعدك مثلا في ان انت عايز تعمل تكتب جواب لاحد الجهات مثلا مع العملاء او المقاولين او المصممين الاخرين، فبيساعد كتير جدا في ان انت ترد على الاسئله. يعني على سبيل المثال انا مسطب اداه مثلا تولز هنا بتساعدني في كتابه الايميل، شات جي بي تي رايتر، لما بدخل على الجيميل بلاقي الزرار دوت، ادوس عليه هو يجهز لي الرد وانا بس اتاكد ان الرد سليم، هو ده اللي انا عايزه. ممكن يساعدك في كتابة المقترح التصميم أو إنشاء تقرير، ممكن يكون أنت فاهم تكنيكال لكن الصياغة بتاعتها أو إزاي تبسطها أو إزاي تشرحها بيساعدك هو في النقطة ديت. ممكن يساعدك في تقديم مقترحات وعروض لتصميم المباني ويقدر يقنع بيها العملاء. ممكن يديك أفكار للتصاميم بحيث إن هو مثلا يخش في تفاصيل أكتر. ممكن يساعدك في انت مش فاكر مثلا احد القوانين او لوائح البناء، فهو يخليك تخلي بالك ان والله الترابزين المفروض عرضه او كذا، او السلم ما يزيدش عن كذا او ما يقلش عن كذا، فهو يفكرك بالقوانين بدل ما تقعد تدور عليها. ممكن يكون عندك صوره ويعني مش قادر تفتكر دي كان اسمها ايه، ممكن تكون في حاجه غير تخصصك، فانت تروح مديله الصوره هو يقول لك يعمل لك ديسكريبشن ليها، وتقدر تاخد الوصف دوت دي مثلا لميدجورني يعمل لك تصاميم اخرى للتغذيه البصريه. ممكن يعمل مفاهيم للتصميم او انماط وجماليات تصميم مختلفه، فهي اداه مساعده لما هتتعود عليها خلاص مش هتقدر ما تسيبها، لان هو بيسهل لك كتير جدا بدل ما عندك كميه كبيره جدا من الكتب، لا هو يقدر ان هو يجيب لك المعلومه اللي انت عايزها. ممكن بسأله ساعات أقول له مثلا إيه الفرق بين تصميم كذا وتصميم كذا، طب هل في علاقة هل في ارتباط بين تصميم كذا؟ كنت من فترة شغال في مشروع تصميم حاجة ليها علاقة بالهند، فكان لازم أفهم الأفكار اللي موجودة في التصميم الهندي، فبسأله لقيت في تشابهات في بعض الحاجات بينها وبين العمارة الإسلامية، فهو بيفيدني إن هو يلخص لي الكتب أو المراجع وافهم مباشرة ايه الجزئية اللي انا بدور عليها. ممكن تكون انت مثلا عايز تقول له مثلا ايه ابرز تصاميم، مثلا خليها ندوس انتر هيبدأ يجيب لك، ولو مش في تخصصك هيغلط وانت مش تاخد بالك من غلطة، فلازم تكون انت بتسأله في التخصص بتاعك. تمام، يعني اكيد بتفلت منه حاجات بنسبة 20%، في حاجات كتيرة بتبقاش مظبوطة، فانت لازم يكون عندك المعرفة بحيث لو في حاجة غلطة تشطب عليها وتاخد الحلو وتتجاهل الحاجات اللي فيها مشاكل. قلت له ايه وجبة الشباب العمارة الهندية والاسلامية، فجاب بعض الحاجات. ممكن تسأله في القوانين عادي يبدأ يجاوبك، بس حدد له انت عايز في انهي بلد. في حاجات اوامر كتير مثلا في السوفت وير بتقف قدامي مثلا، فبساله بدل ما ادور على النت هو بيوفر لي الاجابه.